إذا شخص عمره بال70 80، يعني هو يبدأ قنوات السوشيال ميديا 10 20 سنة ويوصل لل80، زين شلون ما يقدر يتحرك؟ الأكوان متحركة، الأكوان نشطة، وكذلك الإنسان. فأنت أيها الإنسان، أنت أكوان من القوة. أشرب القهوة مالتي، مرات أفكر أقول خاف ما يصدقون هاي قهوة. زين اشوفكم اياها عمي، خلي اشوفكم اياها. تطلع منها عمي هاي قهوة، وشلون قهوة هاي يا رهيبة، احنا نقول بالعراقي. تطلع لها ما تطلع، يلا ندردش، بس دردشة كونية عظيمة رهيبة، هاي حقيقة رهيبة. شباب اليوتيوب، شباب السوشيال ميديا، تعال سوي تيك توك ويانا، لأن مرات نضع أمور مهمة جزء ما نخليها باليوتيوب. سوي لك حساب بالتيك توك وتعال ويانا، احنا حياتنا مقبلة على في كل دقيقة باتجاه تطور روحي فكري فلسفي عظيم. طبق الرياضة الكونية. عفوا، طبقوا شبابنا الرياضة الكونية، ابدأوا بها. لا تسوي حياتك باتجاه الكسل، بالعراق، بالخليج، بمصر، كل العالم. ناس كل واحد شايل له نص كيلو دواء، هاي بالعراق، يابا هذا شنو؟ هذا مال سكر، يابا هذا شنو؟ هذا مال ضغط، هذا شنو؟ هذا قلب، تبديل كلى وما اعرف شنو. عمي انتم شنو قصتكم؟ الحياة هسه اسمها حياة، يعني حياة المعنى ما بيها مرض، ماكو مرض، ماكو مرض، ماكو موت. الإيجابية والسلبية فيك، يعني النظرية الثنائية، الشر والخير، الليل والصباح، هذه مصنوعة من قبل كائنات كونية. هذا الجبن، شوفوا، يعني هذا الجبن راح نخبط وياه حتى ندردش وياكم، نستمر بهاي الدردشة، نخبط ويا هذا الشياسيت، يطلع منها شياسيت، شياسيت هذا، بس أنا أحب أشوفكم، يعني هذا نجيب هنا، نترسل، هاي كنا بالعراق، الريوق مالنا، شلون الريوق كان؟ شاي وجبن، الله. بالعراق يعرفوا هذا الريوق، نجتمع اجيب الشاي ونجيب الجبن. زين هسه صارت شو هذا، ما بيملعقة كأنه، يلا مو مشكلة. وهذا صاحبنا الكريتين، هذا أسطورة الأساطير، الكريتين عظيم جدا، وتمشون بالرياضة الكونية ملايين من السنوات. أخذ الكريتين، راح أطلب بهالمقدار، يلا. وقهوة عندنا، زين. وبعدين راح اخذ لي هذا الانابول تيستو، هذا ايضا فوق الاسطوره، هذا يظل وياك مليون سنه، هذا عجيب
عجيب العجايب، الانابول تيستو ويا التركسترون. هذا مدهش ايضا. ناخذنا هسه، ها ايش منتظرين؟ حتى كلمة انتظار غلط، الزمن غلط، باكر غلط حقيقة. ناخذ وحدة بوحدة، تركسترون، هذا تركسترون، ها، ومن اني يعني اخذ ذني واتناول هاي الكوفي وال هذا الطعام، اضاع منه ومنه، اريد اشياء رفعه. ومرات امشي بالشوارع، امشي بالمدن، اريد اشوف حجاره كبيره ارفعها. زين، فانت عم تصير بال60 بال70 ما تقدر تتحرك، هاي عدم الحركه اناقشكم بيها، بس خلي اخذ الانابول تيستو. ها هذا يظل وياك مليون سنه، متهش هذا. ونكمل. بس اسمحوا لي. زين. الناس ما تتمرن، يعني من هو الطفل إلى يصير عمره 60 70 سنة، ايش قد متمرن؟ تمارين كثيفة ماكو. شوف، من البيت للمدرسة، من البيت للشغل، من البيت للجامعة، ويرجع وينام يمشي شي مشي عادي، إذا عجبه شوية ممكن شوية شوية يتمرن. وبعدين شو يقولون؟ يقولون ها لا تتناول سكر، يسوي قلب، لا تتناول كذا، يسوي سك يسوي سكر. لا تتناول، مو زين على الكلية، مو زين على الكبد، الدهون، وملايين من البرامج. يابا انتم ما تتمرنون، يابا انتم، ها يعني الحضارة البشرية برمجت على الوعي المحدود. المسألة مو بالأطعمة، الطعام ما يسوي سكر ولا يسوي قلب، المسألة الرئيسية المهمة هذه. هذا النقاش شاركوه شبابنا، حملوه بقنواتكم الكونية. المسألة أكرر، لا بالسكر ولا بالدهن ولا بالجبن ولا بالقهوة. المسألة هذا الإنسان ما يتمرن، اليونيفيرس، الأكوان متحركة، الإنسان ما يتحرك. بعدين شو يقولون؟ السكر، الفات، وناس تخاف 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 يتناول شوية هالقد سكر. تعالوا عمي، عمي تعالوا، شو هذا؟ شلون هذا؟ ها هاي عجينة شوكليت. شو ها قبل لا ناخذ الجبن، ها هاي مو عجينة شوكليت، هم يسموها شيء عجينة، ها هاي توب، بس اطيرها كلها. المسألة مو بالأطعمة، نعم اكو أطعمة مغشوشة، انت مو تروح بالعراق تشتري دهن مغشوش، لا اكو أطعمة صحية حقيقية صح، ها، واكو أطعمة اكو أطعمة بها نص نص، نص مغشوش ونص صحيح. عمي هاي شنو هاي؟ هاي وين كانت هاي؟ هاي عظيمة هاي. الحلقة 1650 حلقة مهمة، ناقشنا الضخام. ايدي هول، شخصيات ايدي هول، اسمه بريطاني ايدي هول. ها؟ وصديقه براين شو، والآخر الأيسلندي. دائما أكرر هاي الحلقة، هاي الحلقة مهمة. والأيسلندي هافثور بيورنسن،
زين، شو ذولا؟ ذولا بالعراقي، ذولا كلمة ذولا ممكن مصريين يعني يشاهدون كلمة ذولا، تعلموا شوية عراقي. ذولا يعني هؤلاء، فإذا أقول ذولا يعني هؤلاء جايبين السوبر ماركت وعرضنا قنواتهم الضخام، عندهم تمارين رفع أثقال 500 كيلو غرام، جايبين السوبر ماركت من الصبح للليل ياكلون. الاكل طاقه. اذهبوا لقنواتهم براين شو، اكتب براين شو باليوتيوب، اكتب ايدي هول باليوتيوب، عندهم انستغرام وجروبات. الفكر السلبي والبرمجه السلبيه من قبل شبكات حول الارض كانت عاملتها لدراكونيان والاوناناكي، وهاي هي اللي تموت. ما يسمى بالموت فيك هذا. الخالق والخالقة، احنا نسميه الخالق والخالقة، ما عنده موت. الخالق والخالقة حب، الحب شنو بيموت؟ الحياة بيها موت. زين انت ليش خالقنا 70 سنة؟ احنا ليش نعيش 70 سنة؟ شلون انت تقبلها؟ هسه انت عندك تيك توك، عندك فيسبوك، عندك يوتيوب، زين شلون توصل 70 سنة؟ شنو ما تقدر تتحرك؟ ليش؟ شنو هاي؟ انهض، لقد تم إخبارنا أن بممارسة الرياضة الكونية تنفتح جينات الأبدية. نبارك الطعام العظيم، نبارك حياتنا، نبارك أفكارنا، نبارك شعوب الأرض، نباركك، استلم بركات كونية عظيمة، استلم حب عظيم، استلم السلام العظيم، استلم قوة الأكوان، وانهض. كل واحد يسمعني، انهض باسم الضوء العظيم، تعيش خير وسلام أبدي وفرح أبدي. البارحة كنت ويا صديق، فقلت له قلت له شنو يعني أقصى عمر بالطفولة أنت تتذكر؟ يعني 6 سنوات 5 سنوات، أحكي لكم هاي القصة، هاي قصة جميلة. فقال أني أتذكر صديقي، قال أني أتذكر أول يوم بالمدرسة. ها اسمعوها اسمعوها، هاي أول يوم بالمدرسة، يقول رحت للمدرسة شفت المدرسة والمعلمة وهربت. أحكي لكم علي هسه القصة مالتي. أنا سجلوني بالمدرسة وعمري 7 سنوات، فبعمر 6 سنوات كانت أكون مدرسة قريبة من بيتنا. وباستمرار ها أنا أوقف يعني يم الباب الخارجي وأباوع الطلاب، أقول يمتى أسجل بل في المدرسة، أريد المدرسة، وأرجع للبيت وأقول لهم مسجلين سجلين، يقول لا السنة الجاية. هاي المدرسة سدوها وصار عمري 7 سنوات، المدرسة القريبة من بيتنا سدوها، صار عمري 7 سنوات، سجلوها المدرسة شوية بعيدة، لازم أتمشى أعتقد 20 دقيقة. فأول يوم هذا بالمدرسة، يعني بالابتدائية، فرحان ما تعرفون الفرح اللي كان عندي، فشي كبير. وجالس بالعراق اكو شفتين، يعني الدوام الصباحي والعصري. الدوام الصباحي اعتقد من 8 الى 12 ونص، وهذا الصبح بعد خلص يرجعون الطلاب للبيوت. والدوام العصري اعتقد من الوحدة للخمسة، اعتقد كان بوقتها. فاني كان عندي الدوام الصباحي اول يوم، وجلست الصف الاول اول ابتدائي، ها فرحان والمعلم جاي واباه على الطلاب صغار ومنا واسمع.
واسمع المعلم يحكي. وكل درس هذا بالصبح، كل درس اعتقد 40 45 دقيقه، نطلع للساحه نلعب ما اعرف شنو، نرجع الدرس الثاني والثالث والرابع. شو انا استمريت، انا ما اعرف اكو صباحي وعصري، واستمريت كل درس يخلص اروح للساحه العب وارجع، الدرس الثاني الثالث الرابع. صارت بالوحده، دخلت للصف بالوحده، هي مجموعتي ها اللي مال الصبح راحوا بعد، يعني انا باقي بالوجبه العصريه والمسائيه، واني ما اعرف شو اباه على اليمين. هذا اباه على اليمين، هذا الشخص غريب وجهه، هذا ما كان قاعد يمي الصبح. اباه على اليسار ايضا هذا الشكل الغريب، بواعد هيجي، ذولا كلهم جدد، هاي شنو القصه؟ المعلمين ها؟ معلمين يعني مو مثل ذولا اللي يعني شكلهم مو مثل اللي بالصبح. ما اعرف شنو القصه، والدروس تمشي. الى ان اعتقد ساعه بثلاثه اندقت باب الصف. المعلم فتح الباب اشوف امي. أمي جاية تباوع علي تقول له هذا ابني ما يعرف انه المدرسة مالته خلصت الصباحي، يقول لي تعال. زين طلعت قالت هاي انت شو مسوي؟ قالت عمي ذولا الدوام العصري، انت الصبح، الصبح خلصوا جماعتك، اكو صبحي واكو عصري. فهاي القصة مالتي. فصديقي ها اول يوم هرب، شاف المعلم هرب، يحكي لي عادي اول يوم شفتي قوية، هاي سنة قوية حقيقة يعني. وهسه المدارس شنو صارت عيني؟ كلها اونلاين بعد ماكو. زين هذا الزمن ايضا خدعه كبرى، زمن البعد الواحد يعني الطفوله والكذا. لو عندك لو نمشي بالشارع، هذا الشارع الحقيقي، يعني تمشي بالشارع خلينا نقول عندنا كاميرا، نقول عاليه الحساسيه بالتصوير، موجوده هيجي كاميرات بس ما مطروحة بالأسواق. شوف شلون الزمن خدعة. فعندك هاي الكاميرا اللي هي عالية الحساسية ها، تمشي بشارع تصور، تشوف كائنات كونية عجيبة غريبة تمشي وياك، تشوف أرواح اللي ما يسموهم ماتوا يمشون بالشارع، نعم أجدادنا، تشوف أسواق قبل 100 سنة، مدينة يعني أنت تمشي حسب هاي المدينة، وعندك هاي الكاميرا عالية الحساسية، وتقول أنا أشوف مدينة أخرى، هاي المدينة كأنه قبل 100 سنة وناس يبيعون يشترون، نعم بأسواق قديمة، وتشوف المستقبل، تداخل الأبعاد. شوفوا فإحنا مو البعد بعد الطفولة، لا هذا جدا ضعيف. أنا هسه أحكي وياكم أكو نسخة أخرى من عندي بالمستقبل جاي تتمرن رفع أثقال. شوفون اريد احرك احرك جسمي، اريد اطير كأنه.
ومن كل هذا نستنتج أن الحياة هي الجمال، هي القوة. يعني فكرك لا يصير زمني، لا تقيسه 70 80 90، لا، أو الماضي، الماضي ذو البعد الواحد. احنا من ابعاد الابديه اجينا، تعرفون، بل احنا ضوء الاكوان. جسمك، روحك، انفاسك، فكرك، مو بعد واحد. احنا عندنا مليون جسم ومليون قلب. شوف، احنا عندنا مليون ماضي، مليون مستقبل. ماكو للزمن وجود، احنا نعيش الخلود. وماكو، من نقول ماكو للزمن وجود، انتبه، يعني ماكو لا سكر مرض سكر ولا قلب ولا موت، ابدا ماكو، هاي خدعة. المرض، الموت، الكبر بالعمر، خدعة. جسمك قوة الأكوان، روحك قوة الأكوان، فكرك قوة الأكوان، نحن قوة الأكوان، الحياة قوة الأكوان. من تقول في كل نفس تنفس وتجدد بضوء الأكوان، تدفع عمرك 10 سنوات أكثر، تتمرن وتعلن رياضة مكثفة تكون، وطعام مكثف، بس الطعام يكون بتناسق وستب باي ستب، مو بسرعة. لا. وتقول أنا ضوء الأكوان، كل خلية من خلايا جسمي ضوء الأكوان، وتنطلق للحياة بقوة، وتعلن أنت القوة. 80 90 سنة، 100 سنة، 110، 120، 130 مليون، نكسر المحدودية. هاي جينات تالفة سووها الدراكونيين والأنوناكي، شبكات خارج الأرض عندهم التكنولوجيا، ويسحبون القوة كل ما تمر الأيام يسحبون، فأنت تكسرها. التنفس، في كل نفس تنفس وتجدد بضوء الأكوان، روحي أبدية. الفكر، 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 الجسم، النفس، الروح، ترجع لحقيقتها. قول معي، كل واحد معانا، كل واحد يسمعنا، قول أرجع لحقيقتي وأعلن أنا ضوء الأكوان، أرجع لحقيقتي وأعلن أنا قوة أبدية، أرجع لحقيقتي وأعلن أنا محبة وخير وسلام أبدي. شباب أشكركم كثيرا، الكون العظيم يبارككم، تقبلوا تحياتي.